شنو حوالكم؟ شنو عاملين في الطقس هذا وفي البرد هذا؟ اكيد راكم تويك تحضروا في فطوركم، والا تحبوا تاخذوا فطور الصباح ماخر، تشربوا قهوتكم وتتفرجوا في الوطنيه في شاف ونص. نعطيكم ادباره كان اليوم مازلتم ما طيبتوش، والا ادباره اخر الاسبوع. ضيافي كالعاده يجوني من ولايات مختلفين، عندي ضيفه تجيني من تونس وضيفه الاخرى مرحبا بها تجي من المستير. نبدا كالعاده، تعرفوا انها مسابقه ما بين زوج امهات، كل ام معها صغيرها تقترح طبق مالح وتقترح الدسير اللي تنجموا طيبوه كاغوتي والا تحليه. اليوم العشويه يلزم ركشه قهيوه ومعاها حاجه حلوه على ذاك اليوم. نعطيكم ادباره حتى نهار لحد العشيه. ضيفتي الاولى هي نوره ومعها بنوته محلاها ميرا. اي ميرا، هيا ميرا خرجي دياتك يا ميرا، تفضلوا. ضيفتي الثانيه كيف ما قلت لكم تجيكم المستير، تحب تشارك في شيف ونص وباش تعمل لنا حاجه ذولي سبيسيال اليوم. ضيفتي الثانيه هي منال وعيسى، تفضل منال. مرحبا. لاباس وصلتوا؟ الحمد لله لاباس، عايشك. هيا بيا مرحبا بيك ومرحبا بضيافي. قلت نورة ميرا تحب تقعد بحذايا، عيسى هكا مازال ما استنس شويه اجواء اجواء استوديو يحب بحذا مامات، وميرا هاي شدت بلاصتها. وكيف كيف عندنا كل شيء حاضر، وشكون اللي باش يشوف شنو هو باش نطيبوا اليوم وباش يعطينا ملاحظات ويعطينا زاده لاستيوس نتاع الشيف. الشيف ونص كيما ديما نقول ايمن البغاهني. عطيو تصفيقه شيف. مرحبا يا شيف. مرحبا بالمشاركين الزوز، مرحبا بميرا وعيسى، وان شاء الله ان شاء الله تعدى حلقه حلوه ان شاء الله. اليوم باش نحكيو على الاستيوز تو بعد نحكيو عليه، بما انه الطقس بدا يبرد شوي ومحتاجين ان ناكلوا حاجات جاريه. شنو الحاجات اللي يمكن نحطوها في الفطور والا في العشاء اللي تنجم تعطي المناعه والقوه لصغيراتنا؟ قبل ما نلبسوا طابلياتنا ونحكيو شنو باش نطيبوا اليوم، كيفاش تنجموا تشاركوا في الحصه؟ نمشيو لسبوت الفيسبوك المشاركه وبعد نلبسوا طابلياتنا ونرجعوا نبداو في شنو باش نطيبوا اليوم. تحب تشارك انت وماماتك في البرنامج؟ ابعث صوركم وتصور الحاجات المنين اللي طيبوها على صفحة الفيسبوك شيف ونص، وعليش ليه تربح برشا كادوات. نرجعوا للدبارة متاع اليوم مع نورة ومنال. نبدأ الساعة بنورة، خنشوف شنو باش طيب لنا اليوم هي وميرا. باش نعملوا كالامار فرسي مع هروس، وباش نعملوا غوفر. الغوفر، وشكون اللي اختار المنيو يا ميرا؟ شكون اختاره؟ انت تحب الغوفر والشوكولاته وكل حلو؟ شويه. ومنال شنو باش تعمل لنا اليوم؟ باش نعملوا لازاني بطريقه جديده، وباش نعملوا جاتو كاروت، جاتو بالسفنيريا. بالسفنيريا جي هذا كله مالح. كله منفع. كله منفع، تو نشوفوا. شنو باش تبدا بالاول منال؟ باش نبدا نحط اللازانيا خاطر لازمها تتسمط من الاول. نسمطوا اللازانيا، وعندنا هنا سبناخ باش نستحقوه باش نذبلوه. باهي. نرجع لك مالا في المقادير نحكيو بالقدان، نخليك تبدا الساعه بالحاجات اللي باش تحضرهم، وبعد نرجع نعطيو المقادير وشنو الحشوه اللي فيه بالضبط نتاع اللازاني. قفزيتي على طريقه مناي. باهي. نوره. باهي. انا باش نعمل كالامار فارسي. عندي الكالامار وعندي ساقين نتاعو. ايش بحدين يجي؟ نجيب كل شيء غادي. بسم الله عليكم. باهي. عنا الكالامار وهذو مساقين نتاعو. ساعه لاستوس في تنظيفه لازم يتنظف مليح، على خاطر من داخل فيه كيما نسميها بلاستيك، هي كيما من داخل تبدا شي قد واقف لازمها تتنحى. برا فما جناحات فيهم كيما القشره الكحله، لازمهم يتقاسوا ينظافوا. ساقيه كيف كيف ينظافوا يتقاسوا. فما بيت قليهم انا جو بريفير نصمتهم في الماء مع شويه ملح شويه فلفل اكحل. الحشو نتاعو هو يشبه شويه للعصبان نتاعنا، مي نحط فيه سبناخ على خاطر الكل منفع، شويه سبناخ شويه معدنوس شويه روز باش يتلم مع بعضه، شويه هريسه عربي وفلفل اكحل وملح ونعناع شايح. يتفاوح الكل بالكدا، ومن بعد كان نعبيوه ويتشد باللي كوردون، ومن بعد كان نطيبوه في كي تغلي الصوص نتاعو صوص طومات نحطو. ومن بعد الروز يا اما تحب تعمل كوتي معناها ابيض، والا تحب تحطو في الصوص هذيك ايتي باش ياخذ. والكلام هذا الحاجه الباهيه اللي ما يعرفش يقد العصبان كيف برشا منا احنا يعني يغش بشويه بكالامار خاصه مع الكسكسي. اي يجيبني برشا. هيا اعطينا عاده باش نبدا. باهي اوكي. نبدا
نبداو ميرا ولا اول حاجه اي مثل اول حاجه سبناخ هاتوني هاتوني نحب نتعلم معاك يا بي. نورا يا نورا بي. حطوا سبناخ حط ميرا المعدنوس صبوا معاك عينك ميزانك والا اي يمسيلش حط الكل حط الكل ميرا صحيت ميرا تبيك حط لي هذوما حط لي هذوكم المحسوسين صغيرات هذوما الكل اي صحيت حط شويه هريسة عشان هريسة اي حسب كل واحد شنو يحب حار ولا ما يحبش الحار انا ما نحبوش الحار اي مبنيين هاو به شويه هنا نحب فلفل احمر فلفل احمر صحيت شويه ملح شويه ملح الشيف ديما يقول لكم على التفيح بون انا ديما راني نقول له ميسيلش من نقصوا شويه من الملح والسكر اي ديما ناقصين به ومن بعد نخلطوا اي باش نخلطوا كل شيء مع بعض باش نخلطوا شويه فلفل اكحل حط شويه كثر الناش ميرا اي شويه برك ما قلتليش يا ميرا شنو معناها اسمك ميرا ايش يعني معناها اسمك ميرا؟ مامتها ميرا يعني أميرة صغيرونة أميرة صغيرونة؟ لا الميرة هي الزيد المونة مذكورة في سورة سيدنا يوسف مونة معناها تبدا كل الدار عامرة فيها برشا حاجات الخير معناها ديما موجود اللي يقول لك يبدا داره معبية معناها هذاك ما عندناش نجيب لك أكثر نعاونك شوي نحب نحط باهي مغرفة صغيرة أبدا زيها أي حط مغرفة صغيرة مغرفة من فوق حط مغرفة فوق بيه شوية بصل برشا بصل برشا خاطر باش نخلي منه شوية الصوص كالي ثوم الكل باش تحطوا لا لا مش الكل زيد زيد شوية زيد الثوم أكاهو زيد قصدك زيد برشا ثوم تحب أنت الثومة أي و زيت زيتونة في بالك انا نموت على اللازانيا تشجع في الفريق المولي التصويرة هي هيلة هي ميرة ميرة يا زيرو ميرة يا ميرة اسمعني انت مع ماماتك مع الفريق لازم تشجعني انا راه وتلعبوا ضد الفريق الاخر انتوا ما تحبوا بعضكم باش نقلبوا يظهر لي اي باش تشجع توا الكلامار ولا باش تشجع اللازانيا شوي ماما شوي كلامار كيف فهمت الكلامار باش نخلطوا يظهر لي زيت زيت زيتونه خاطر يلزمها تبدا كيف العصبين هكا شارب بالقدا الزيت هو تنجم تذبلوا راهو السبنيه خمينه خدمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فوالا المنفعة نتاعو الكل فيه. ليه؟ دونك باش نخلطوا هذا ونحشيو الكلام على هكا. اي باش نزيد شوية روز. به الروز غسلناه، نغسلو بالماء سخون، شفت كيف يخرج ال كل ال فيه كيما البود فوالا نشي نتاعو. قداش غليناه؟ لا لا لا، سخنا الماء وطريقة باش نظفوه جست شوية كهو. فوالا خلط خلط في البداية يا ميرا باش الناس الكل تاكل من الفاح الكل يجي كيف كيف. الشيف باش يذوق، ما يخلينا احنا نذوق وناكلو لما يذوق هو. شوف قداش محظوظ هو باش يقول انا هو ابا هذاك هو اللي باش يعطي العدد. فهمت؟ يا بيه خيرة توا ما كلتش كون باش نجي ابا ماما. ما نعرفش توا باش نحطو الروز. اي باش يتلم الكل مع بعض. نجم نخلط بيوتي؟ اي كيف كيف ما انت في الدار يا نوره. أي. شفت احنا استوديو نتاعنا كاننا في الدار، نحوسوا في كل شيء خاطر في الدار يلزم يدخل الفرحه الكل. لا من بعد تو نتي تعمل بعد انت تعمل دونك باش تقعد تخلط وبعد تحشي هكا تحشي كلامه. ولا نايبي هاكا بنتي خلط ريحه بنينه. تو يجي الشيف يشوف. هنشوفوا احنا اش عمل العيسى هو وال باش نزيدوا شويه زيت. هاكا نحطكم هذي بحناكم. اي مني اش عملنا اش عملت الحراي؟ حطينا سمتنا البلون دو بولي. قداش عطينا المقادير بالضبط؟ دو بلون بولي. اي سمتنا ماء وفلفل اكحل وملح وفلفل اكحل وليزيرب. اي وفتفتناهم انا وعيسى. نحيوهم مليح. اي وتعب باش نصبتو لازانيا. باه وعندنا هذا السبناخ باش نغسلوه وفا لو بلونشير دون لو، معناتها نحطوه في الماء السخون حكيت 5 مينوت ونخرجوه. الشاي يذبل شويه ونحطوه بالطبيعه ديما في الماء البارد هكا باش يخلي اللون الكولور هذيك الاخضر نتاعو. باهي نذكر اللي انت باش تعمل لازانيا انت وعيسى بطريقتكم انتوما اللي هي ما فيهش الحم يظهر لي مفروم. بالبولي بالدجاج اخف بالقوطة سبناخ ودجاج. مش مش بالصوص هذيك البيضه اللي نعملوها باش نعمل من بعد جوست تدخل الفور خاطر لازانيا باش نصمتوها هوني جوست غراتيناج في الفور وكهو. هيا عيسى هيا وريني عاد يمشي تستنيو في الماء حتىش اللي يغلي يغلي. غلي يظهر لي سي بون سي بون. جات وخا نصمتو هذايا نصمتوش نصمتو بالكعبه ولا زوز كل مره ونخرجو ديريكت في الماء البارد. حضرت انت يا عيسى. وين عيسى؟ حشام شويه عيسى. عيسى مش عاجبو المنيو خاطر كونتخ عليه حب يعمل نواصر ومقروء. الشعب التونسي كل مقروض مقروضه ومغرومه بالحاجات اللي احنا عملنا اخر مره مقروض ونعرفش تفرجت فينا ولا لا. زاد كيف كيف الطريقه التقليديه نتاع المرات التونسيه بنين على الاخر عنده الحق. وانت اخترت المغامره وهو اختار حاجه تقليديه. انا حبيت حاجه صحيه اليوم للصغار نعطيو فكره ديما نقولوا حاجه جديده سورتو لي ليغوم نحاولوا ندخلوهم في كل شيء معناتها للصغار. اي تحبش نخليوهم ونعملوا حاجه اخرى؟ اه ماذا بيا خاطر باش نضغط شويه لحظه. نبداو بال عيسى ساعه يجي بحذا ماماتو نقولوا مقادير الجاتو تاعنا. اي اي نعطيو الجاتو جاتو بس في النار يا هكا. اي اي شنو المقادير؟ ناخذوا 3 كعبات سفنيري غابي
باش نعطي لي ميزور بالمغرفه معناتها ميزان خاطر برشا عباد ما عندهمش ميزان دونك حطينا نوح في ميزان ولي نختار ديما لي غاسيت والا بالكاس والا بالكاس باهي عندنا هنا 10 مغارف سكر برون سكر البني وعندنا 7 مغارف فارينه عندنا زوزه 100 غرام زوزه مهرشه نص كيس زيت زيت عادي مش زيتونه زيت 3 كعبات عظم تورنوسول زيت نباتي واحده خميره نتاع جاتو شويه كربونات ورشه مانتا شويه قرفه و نهبطها هذه ولا نخليها كيكه شويه بزيت باش نعملوا له جلاساج الجاتو هذايا من متكون من السكر السكر محور والفرماج بلون وشويه زبده باه يعني جلاساج حاجه تبدا يابسه من الفوق لا لا كي الكريم من الفوق تجي فوق باه من الفوق باش نزينوا بالباتيس تاعو من بعد نخليوها في فورم دو كاروت والا بكعبة زوزة زادا نخليوها لازم تتعلم التكتيك يا مني تخلي السسبانس للاخر وقت اللي احنا ما نتوقعوش نمشيو للجاتو مني نبداو احنا قلنا الشيف ونص هي لاستيوس فيها ان احنا كيفاش نطيبوا حاجتين المرأة التونسية في نفس الوقت نخدموا الفوق 180 دوغري حاولت تكون تقرب من عيسى فيش مزيد ما عطاتش خرج هذه خاطر سي حضروا هما اللازان اي باش نرمي كعبتين اخرين عيسى قلت لي كي مستانس يفادلك ويحكي برشا اليوم مستانس نحب له وقت باش يستانس تيميد شويه تو كي بدا يشم في ريحه الماكله نتعب من الثنيه وجه النوم باهي ناخذ السكر هاي صب السكر غاديكا هوني سكر اسمر اخترت مدامه فيها نكوتي هكا يتلصق بطا يجي مع السكر اسمر واللي ما عندوش السكر الاسمر نعمل بالسكر العادي ينجم بالسكر العادي باش نحط رد بالك استنى ساعه لاستيوس نتاع شيف ونص فو با شوكي لي زو يقولوا معناتها ما تفجعهمش لو نخلطوا الاول باش ما نعمل ماكيجوش بالعظم والسكر وبعد نبدا تحب تشد معاها انت اي باهي بسم الله بشوي بشوي هاي ما تذوقش من الخليط ديما ما تذوقش من الخليط قبل ما يحضر لازم ليه؟ اكثر بالجاتو هذاك الخليط خدمه مش لازم تتخدم برشا ما دام تستحقش حتى باليد نجم تخدمها يا تعليق نخلطوا اي عيسى يا عيسى كيفاش باش نعملوا سفنيريا في جاتو يا عيسى باش نزيدوا القرفه لل الكاروت اي نصبوش طول هوني اللي نخلطوا هذوما مع بعضهم من بعد ميرا يا سفنتي شمرت ميرا ودنيا الخميره تعبي اي صحي تعبيها الكل يا ميرا انت هكا ما قلتليش من الاول انا انت هكا نسيت مغرومه بالطيب يعني هتحب تطيب مع ماما اي هذا الرافيك تعرف بالقد مغرومه باللغات ميرا كانت تحكي معايا بال بال بالانجليزي تحكي بالانجلي خاطر هي كانت خاطر انت وين كنت تعيش كنت في دبي في دبي بابا كان يخدم الغادي كان يصلح في الطياره ليه
تمشي وتمشي للطياره وتشوف كيفاش يخدم بابا. او ماما تعطي الناس ياكلوا. شنو كيف شنو معنى هذيك الناس؟ شيف دي كابين. في الطياره تخدم زاده هي يخدموا في نفس البلاصه. صح عليكم. بعد رجعتوا لتونس؟ اي. فرحانه انت رجعت لتونس؟ اي. شنو فيها باهي تونس؟ تحليه ماما. شنو تتوحش في دبي في تونس؟ شنو الحاجة اللي تعجبك في دبي؟ ماماتي. جدي. جدي. صحابك. تيتا بابا عزيزي عادتي تقول. وعائلتك. وعائلتي. وريحة تونس. هكا ولا؟ ها؟ تحسها مختلفة تونس؟ شنو باهي فيها؟ اعطيني في كلمة. شنو اللي باهي في تونس؟ شنو باهي في تونس؟ والكلامار والماكلة البنينة. والخضرة البنينة والغلة البنينة اللي ما تلقاهوش في أي بلاصة هكا ولا؟ نعطيك؟ أي كملت عبيت كل شيء؟ عندنا تحب نعاونك؟ لا شكرا. عندنا أكسيدون جاي في شنو؟ باللوطة تعملت تحلت لك ماما؟ أي باهي تنسكروها؟ أنا نحب نسكرها. لا سكروها باللوطة باش نجم تعبيها من فوق. شنو؟ لا لا استنى استنى أنت سكرها من فوق. يا ميرا حسيت روحي في العيد أنا وعصبين وتخليت تحب هي حرة تعاوني ديما في كل شيء. تحب وسط العيد؟ أي تحب وسط العيد؟ أي والعلوش وكل شيء؟ أي لا في بيتيتا العلوش. أقعد أنا باش نرجع لك ميرا كيكة. عندنا الفرينة. أي نزيدوا لوفو. عيسى ويعمل فيجورة ويرجع ماهوش بعيد برشا. باش يتغش عليا. أي لا ما فوتكش يا عيسى إجا من النار. إجا هوني. إيه عيسى ناخذوا باش نعملوا نكملوا الكاتو. شوية هكا نكتة ملح. نحطوها هوني. النقطة نتاعك انت منالة. عاودوا نذكروا منالة اللي احنا قاعدين نعملوا في الجاتو بالسفناريا، خلطنا السكر الاسمر مع العظم، وتوا عندنا السفناريا مع القرفة. القرفة، عندنا الفرينة مع الخميرة. الخميرة. والملح. هذيا نقصوها تروف تروف. مهروشة معناها. مهروشة. صديقتي انت ميرا وليتا. تولي ديما تجيب حذايا ما تجيش يدك فارغة عادة ما تجيش يدك فارغة قولها شنو تحب نجيب ديما اللي باش طيبوك تجيب لي ندوق منو شنو طيبت شنو طيبت ماما قبل ما نجي شنو طيبت في الدار ملوخية 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 ما جبتيش من ملوخية معناها خلي فيا هكا جعان وما ندوقش ملوخيه نسيتها في الدار نسيتها في الدار مش مشكل كي نكملوا نتاع تونس مش مشكل يا ميرا راهو نخلصوا عليها حتى كي نكملوا ما بابا في الدار ميرا هو انا عندي كلب يعس ينجم يعسلنا على الدار معناها شنو اسمه شنو اسمه هو مازال صغير مازال صغير يعس كمان في الدار ولا اجا بحذايا على ميرا هو مربوط مربوط هو يحب يلعب ديما كي نجي قدامه هو ينقز ينقز تو بحذا في سيبون بحذا بوباتي تو هم متهنين عليه اي اما وقت انا كنت باش نمشي لكم ريت بابا عنده كلبي مش مربوط مش مربوط مش مشكل تهن عليه في الدار في خرج للشارع خرج للشارع ساعات بابا خرجوا بابا يخرجوا يتفرهد شوي وبعد يعاود يرجع هكا ولا سخون شوفوا معايا اش قاعده ماما اش قاعده تاتا منال تعمل توا به خلطنا الفرينه مع السفناريا والزوزه اجا منال ميرا ميرا اجا باش تتعلم معايا كيفاش ميرا خاطر مستبرده شوي ساعات تاخو اون بوز عندها الحق كسبيه معناتها تتصرف هاي ميرا صبوا هذا هوني اي جا نشجعوا الفريق الاخر ميرا شويه ما يسالش شد معرفة بيسيلش بيسيلش هما صحابنا وجاونا من المستير هاي تنجم انت تعلق عليه مش قاعدين يعملوا توا ميرا لازانيا لا هذه مش اللازانيا هذه الجاتو بالسفناري نورة توش قاعدين نعملوا باهي توا باش نعمل الصوص اللي باش نحط فيها الكلامات مي ما نجم نحطها كان ما يغلي باش ما حطيت فيها صوص طماط عادية عادية طماطم رحيناهم وحطينا طماطم وطماطم وطماطم طماطم وهريسة تفاحات مغالية قالوا يا قولها مرحية 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 أما ريحتها بنينة ما كنت مامات شو هي عايشة هكا ولا؟ أي ماماتها أكيد تعرف الطيبة اللي هي ماماتي اي وشكونك
حتى شكون؟ حتى مامتي تعرف الطيب. لا اكيد اللي هي امها اكيد. تقول تيتا عاد زيدا. انا ما نحبش نقول تيتا. علاه؟ شنو تحب تقول؟ نقسم مامتي. تحب تقول مامتي؟ ميسيرش. خاطر هي تقول على امي مامتي وعلى ام بوها تيتا. تيتا؟ انا نقصد مامتي، انا نقصد نحب نسمي مامتي لطيفة. لطيفة. ماما تقول لك ليه قول تيتا هكا ولا؟ نحب لطيفة. اتصرف اعمل اللي تحبه هيرا، اليوم عندك فيفا. وبابا زوز نحب نسميه عم محمد. سمي اللي تحب. ما هما يسمعوك كي تعيط لهم ولا سلم عليهم. اقول نسلم على تيتا وبابا عزيزي اسماعيل، ما قلتليش وبابا توتو. وبابا توتو اسمها ما قلتليش. عيسى شنو الطيب؟ عم الطارق عيسى صحيت. اش بك حاشني يا عيسى؟ قلتلي باش نغني لك غنيه شيء يا عيسى. الو حاشم شويه اكو بشويه بشويه. أنا 6 سنين ونص. وأنت عيسى قد إيه؟ 5 سنين. زيد شوية هكا. 5 سنين. 5 سنين. قصدك 6 سنين. قبل عمر رمي. أنا كنت نقرأ فوق ياخي وليت نقرأ لوطة. في التحضير يا كيكا ديما يبداو سنة أولى يبدلوا لوطة. الصغار الكل حكيوا لي نفس الحكاية. سامحني مان. ولا بنت. بانسو. ايش دي تو باش نحط تو باش نحط نجي تمام تو باش نحط ندهنوا الطبق بالزبده. تبداو فرينا اسمعني مين حاطين باش ما يلصقش الجاتو. وين يلصق باش ما يلصقش في المول؟ اش معناتها مول؟ هذا هي اللي باش نحط فيه الجاتو. اسمها مولا. اسمها مول هذيك وهذا اسمه الخليط. نتخيلوا انا نتخيل اسمها مولا. لا لا هذيك المولة اللي في الدار وهذه المولة اللي نطيبوا فيه الجاتو. سمعناتها مولة. كبشت ميرا في المولة. حكاية طويلة يا ميرا تو بعد نفسرها لك بعد الحلقة. باهي. ولا مول. لا لا هذه اسمها مول باش نحطوا فيها الجاتو. هيا عيسى. فرينة. ميرا ميرا باش تطلع لي الوحدة الكريم. نعاودوا نخلطوه شوية هذايا. خلط عيسى شوية. باهي. كريم انت باش تصب توا ما باش نعطيك الحليب اقعد اخذ غاتي فانا سينا. عيسى يقرا الحليب ولا تقرا في الحروف الاي والب هكا. انا اولى فن. انت زاد اولى. انا اولى فن. اي كيف هي عيسى اولى؟ انا نحب شوي بشوي بشوي فتاتا تعاونك. باهي تو باش نصبوا هذايا في المول هكا. والفور حطيناه يسخن ديجا في 180 درجة. قداش باش يقعد هذا؟ اونتر 45 و 50 دقيقة. بين 45 و 50 دقيقة. باش تتشد معاك. اعطيه قرقش عيسى. بعدي دوك. خاطر شايف قاعدة نشوف فيه علي. قرقش ياكل ولا قرقش؟ هذاك الكلام. وتوا باش نحطوا الكلام خاطر غلي الماء نتاعو. كما قلنا ما يتحطش الماء بارد باش ما يتحلش. بسم الله. نديرو هكايا باش تدخل الصوص. باش تدخل الصوص لداخل التيب. هو طايب لا محاله. شويه بركه لهنا هيك دق. خليك دونك باش تحط الغازي. فوالا خلينا نمشي مالا مع منال نشوفها شنو باش تعمل توا. اي منال نجم شويه توا باش نكملوا الفاخس نتاع لازانيا. عندنا هذا البولي صمتناه في الماء، الماء نتاعو خليناه باش نعملوا به البيشاميل، صوص بيشاميل. وهذا تحب نحطو يسخن ولا مش توا؟ بعد. مش توا خلينا نكملوا الفاخ ونحضروهم وفي الآخر نعملوا البيشاميل. نذكر اللي سبناه خصمتناه. آه. وبعد طول حطيناه شوية كهو في الماء البارد باش يقعد عنده وكلون المزيان نتاعو ما يذبلش برشا. هسا عيسى حطوا فوق هذايا. فوالا اي خلط بالمغرفه. شبيك منال؟ شبيك؟ اه تستنى فيه. اي نستنى فيه عيسى يحب يعمل.
هذه عندنا فرماج بليزيرب اي لي فين زيرب موجود في المساحات واللي ما عندوش باش نوع يعاون نعمل فرماج عادي العادي هذاك اللي نعمل فيه كاس بالوده تارتيني تو حطيت انا جيتك استنى باش نشوفوا اللازاني تو البلا اللي نستناو فيه باهي انت شد لي هكا اي عيسى برافو كملوهما نكملوهم بعد هز عليك هذي شويه ملح صبني خاطر ديما مالح ما يستحقش هاي نخلطو عيسى خلطي تشد معاك عيسى توا هاني نفرج ونسائل كيفاش الفارس هذه بعد شنو هذا كوفري هكا طيب باش نحضر الصوص بشاميل تاعنا كي شنو تعملها انت صوص صوص بشاميل قلت لك الماء اللي سمطنا فيه البولي ما حابش نضيعه باش نعمل به الصوص بشاميل تسمع شيء فكره باهيه تسجل قاعده مني لانه فما برشا يضيعوا الماء نتاع الدجاج والماء نتاع الدجاج فيه منفعة وتنجم تمرق به اذا كان طيب الحوت اذا كان طيب الحم اذا كان طيب الدجاج معناها تنجم تمرق به اي نوع اخر نتاع خير من اللي نستعمل الطيبة عادي تبقى تستعمل الطيبة عادي شنو تحط فيها قلنا الماء وال نحط زبدة فارينة و 50 غرام زبدة 50 غرام فارينة ونص سكر باش نخلط ما بين الماء نتاع الدجاج والحليب باهي اش قولك كان نخليك تحضر الصوص بشاميل وهي زادة كيف كيف نورة باش تحضر الكوفر ونمشيو للاستوس نورة وميرة ما يلزمنيش نقول نورة كهو نورة وميرة نمشيو نحكيو على الاستوس شيف ونرجعو بعد نكملو شنو طيبولنا اليوم نمشيو استوس شيف نرجعوا الاستوس شيف باش نحكيو اليوم على الحاجات الجاريه اللي نطيبوها في الطقس سخون اما الشيف اليوم باش يعطينا حاجات جديده نجمو نجربوها في الدار وكل روسيت باش يعطي هنا باش يعطينا الاستوس كيفاش نجمو ننجحوا فيها خاصه توا نعرفوا طقس برد وكل شيء حاولوا نركزوا على حاجات اللي تعطينا جو جديده مي بالمعناه بالخف بالموجود معناه في بالموجود في اي في كل دار في كل دار دونسيه نتصور اليوم فماش حتى واحد ما فماش شكون ما يشريش بصل القيمة الغذائية نتاع البصل معروفة والناس الكل تعرفها وحتى ميرا الجريب اللي عند ميرا ينجم ينحيه السوب نتاع البصل السوب نتاع البصل انا ننصح كونه يكون البصل نلفوه شوية في بابي الومنيوم ونخلوه شوية في الفور والا جري شوية خاصة على الجريات يعطي هيك الفيماج نتاع يعطي هيك الجو في مي يخلي صغير معناها ما عادش يلقى القوم تاع البصل ثم برشا يقلقهم معناها برشا صغار يقلقهم القوم تاع البصل فكي تحطوا شويه على الجريات الفيماج يعطيك القوة في مي في البصل ينحي يهرب مطعم البصل الجمله نجموا نزيدوا شويه زبيب خاطر البصل نعرفوا فيه نسبه من السكريات الور ينجم يعاون باش يعطي قوة زبيب في الاخر معناها لا في الوقت التطيب معناها خاطر عندي زبيب بعد اللي باش تعملوا جري بالقشره نتاعو جست نغسلوه نحطوه شويه الومنيوم نحطوه على الجريات نخلوه يطيب بالباهي بعد جست نحيو القشره ونديماريو معناها نقليو البصل نتاعنا كان باش نديماريو سوب عاديه يقعد يطيب معناها طول مده الكويسون حاجه برك نمرقوا بالماء نتاع الدجاج كيما عملت بكري منال في الروسيت نتاعها نعاود نفكر اللي الماء نتاع الدجاج راه تنجم تمرق به كل شيء معناها لي سوب والا السوب نتاع السوب دو بواسون اي سوب اخرى بالنسبه للي سوب زاد كيف نجم نستعمل سوب دو بواسون نجم ناخذ معناها الانواع حوت وحده معناها والا مخلط بحاجه لا حوت وحده معناها مش باللازم باش يكون مناني ولا باش يكون راس مناني ولا معناها الحوت الموجود في السوق تنجم تستعمل منه تعمل منه سوب فما تريليا فما فهمتني
نحاولوا من بالنسبه للسوب دو بواسون نحاولوا على الكيلو كيلو كركاس معناها كيلو حوت حطوا 40 غرام 40 غرام طوماط كونسونتري ما نعطيوهش برشا طوماط كونسونتري جست باش نعطوها نعاونوا الكولور تاع البواسون باش يكون تكون السوب موجوده و120 غرام غارنيتور معناها اذا كان باش تحط سفناري تحط بصل تحط سفناري تحط بصل تحط شويه سيلوري كلافس ما تفوتش 120 غرام على الكيلو باش ما تنحيش المطعم تاع البواسون اللي انت حاجتك بالقون تاع البواسون فحاجه سخونه كيما هكا وبعد نفتحوا الحوت هذاك نفرزوه الحوت يترحى ويتصفى وهكا تلقى عندك سوب دو بواسون فيها المكونات الغذائيه كامله فيها الخضره فيها الحوت سوب الدجاج هذا كيف كيف السوب تاع السوب نتاع الدجاج نصمتوا الدجاج نتاعنا ما نخليش معناها يتسمط جوست 100% حطوه شويه في شويه شويه قارص باش تنحى منه كزفرة نتاع الدجاج حطوه يتسمط شويه كليل شويه ورق قرند من بعد جوست نديماريوها مع شويه خضره نحاول ما نستعملوش السالوري مع في السوب نتاع الدجاج نستعملوا شويه بصل اخضر تو قايد بصل اخضر معناها الدجاج بعديك تنجم ترحيه من غير ما تصفيه هو ديجا معناها المنافع الغذائيه كلها موجوده فيه نعرف ولا تفتفتوا هكا تروح ولا تنجم تفتفتوا اخر حاجه شيف سوب القرع نعرف اللي برشا تويكا ولاو يحبوا يجربوا سوب القرع اما فماش استيوس حاجه بالنسبه للعباد اللي ما ياكلوش القرع في الاخر نشوفهم ديما يزينوها هكا بشويه ظهر لي كريم يعملوها بيضه حاجه الكريم تنجم تعمل كريم الاي شويه ثوم الثوم جست نحيو منه القلب نتاع السنه خاطر هذاك هو اللي يقلق يعمل الجير ويقلق في المعده جست شويه نحيو القلب نتاع الثوم نرحيوه مع شويه كريم ونزينوا به في الاخر ونجموا نزيدوا شويه سيترون بالنسبه للكريم دو بوديرون معناها شربه القرع جو بريفير نزيدوا شويه سكر في الاخر ولا شويه عسل سكر ولا عسل؟ سكر ولا عسل لأنه القرع معروف كونه هو فيه نسبة كبيرة من السكريات. السكر ولا العسل يعطيه جو في لونتر سكري سالي. تو التونسي ولا ياكل سكري سالي معناها كيما نقولوا احنا مرقة الحلوة كيما فهمت هو في عادات غذائية البرزقان فشربة القرع زادة كيف نجم تستعمل معها شوية سكر ولا شوية عسل. يعطيك صحة شاف نذكر العباد اللي تبع فينا على صفحة الفيسبوك شاف ونفس ينجموا يبعثونا هما بيدهم ديزاستيوس ولا يقترحوا علينا المواضيع اللي نحكيو فيها شربة القرع معناها نجم تاكلها بالسكر والعسل منين مش باللازم لبنى راهي باش تكون الاخر شوية جوست معناها على اعتراف مغرفة معناها مش باللازم باش يكون معناها ظاهر مطعم العسل ولا مطعم السكر في الشرب. احنا نحكيو على الشربة حطت معناها السي اللازان. خرجت الجاتو الجاتو حضر. فيه الزيت. مش مشكلة. طيب باش نعملوا الجلاساج نتاع الجاتو. نبدا نعملوا. دونك ناخذوا الفرماج بلون 100 غرام 50 غرام سكر محاور 50 غرام زبدة. نخلطوهم مع بعضهم. باهي. مادام انت بديت باش تعمل الخلطه هذه خلينا نمشي مع القفر اللي يقول شيف اللي هي اصلها شنو هو شيف القفر القفر اصلها من الفاست فود انجليزيه انجليزي انجليزي الانجليزي هو لي بات الكل لبنى الباز نتاع لاباتري هو الاصل نتاع فرنسي لكن النجم ديريفيه نقولوا احنا التغيير والا الروفيزيتي كما الكلمه الشهيره بين قوسين ثم برشا وصفات تتبدل من كل منطقه وكل بلاصه ميرا تكلم فيا تحب تخلط صحيح شبيك باهي نبداو انا الفرينه ديما نصفيها باش ما تعملش الكعبر وكان يبدا فيها حاجه هكا نظيفه باهي ميرا باش كسر لي كعبتين عظم كسر الكعبه الاولى لهنا وتحطها غادي من بعد نعاونك يا ميرا ولا تعرف؟ نعرف باهي جربتك في الكالابار ومشيت معاك الامور ها باش نشوف العظم متاكده يا ميرا اي شاده صحيح يا ميرا اي اتنعاونك بستيح العظمه باش نعاون شوفت حطينا نطيب راه في الدار ميرا نحط عظمتين اي باش
نحطوهم. انا ديما نخلط الحاجات اللي بودر مع بعضهم، الفرينه مع شويه الخميره، سكر، زحلقوا بيه. ميرا خلطهم لي بهذوما، شويه ملح خلطه، خلطوا لي شنو باش نحطوا المكونات؟ كابتن عظام، فرينه، شويه حليب، شويه زبده ذايبه، وسكر فاني. واذا كنت تحب تعمل شيء بالعين معناها شوي شوي على خاطر مازمش تكون جاريه برشا ومش باش نركدوا هذه فيسا فيسا وبعد نزيدوها على هذاك. وشنو هذا؟ هذه زبده ذايبه، زبده باش نزيدوها توا، والحليب. هيا ميري، الحليب قداش؟ الحليب كيس معناه شوية، أو احنا ونخليه في الاخر ولكن حاسه فوالا شوف قد ايه عيننا ميزانه شي عشاء ونص عيننا ميزانه. بالقوي بالقوي يا ميرا، خنشوف عيسى شعمل. شنو حاطين؟ هيا منال، حاطين حاطين السكر غلاس. نذكروا اللي احنا باش نعملوا الجلاساج نتاع الجاتو بس في النار نتاعك هكاك باش ما يضيعوش شويه العباد معانا. مش تعطي حاجة لعيسى ولا يا منال؟ شدة خلطي تغشش عيسى. نعم نعمل لك هنا الصيب وانت سهل شوية. ميرا عشفنتي جيب مغرفة هافا من سكر برشا تهلي تزيدني الفرماج. ذكرى عيسى انت استعملت سكر غلاس مش السكر العادي. بالمغرفة عيسى زيدني بشوية بشوية. توا باش نزيدو ال برافو زبدة. لا حطيت الزبدة والسكر ومن بعد حطينا الفرماج زدناه في الاخر. خلط. زيدني مازال فيها الصحفة. بنينة. هذيك احسن حاجه يا عيسى. بنين بنين قولها ذوق. لكن ذوق عادي شوي ذوق. لا مش نستنى الى اخر لحظه يا منال الاكتشاف. نخلي كل شيء باش باش يجي الله اعلم. باش شنو بعد باش نزيدو؟ توا نخليوها نستنيوها تبرد كاهو. هذاك الكلاساج باش نحي في شويه كعابر نحيوهم تاع الفرماج. لا نمشي غادي. لا استنى كملنا معناها منال من الكلاساج. هذه هو اللي باش ندهنوا به خبزه السفناريا. بعد نزينو نجمو كعبه زوزه كيما في اللي في الجاتو، سينو بالباتا سكر نعملو دي بتيت كاروت. عملت لنا انت ظهرلي حضرت كعبات باتا سكر تبدا لونها كيف السفناريا. خدينا لورانج وخدينا الفيغ. هذه تتباع حاضره جوست نعملو الشكل اللي نحبو عليه. لونها ولا تلونها وحدك. هكاك نقعدو ديما في التيم نتاع السفناريا. احنا توش مازال لنا منال برسك كملنا جوست كملنا احنا عندهم هما كملوا قبل بوا اما خليت نورة كملت ال كملت ال ميرا هاي بحذية هون يتكلم فيها. ايجا يا ميرا بحذية اطلع ميرا اطلع. كملت خلطة الخليط هذايا نتاع القف. باش نبداو توا كان نحطو يلزم تسخن الماكينة دهنيها بشوية زبدة. توا باش نحط الروس. ايجا يا ميرا ايجا يا ميرا. توا باش نعملو توا اهم مرحلة يا ميرا. باهي باش نحطو توا هكا القفخ ونزينوها. باهي ديك يا ميرا. باهي حطت نورة حطيت الروس حطيناه الكل باش يكبل يغلي الكل مع بعضه. فوالا البنة الكل تطلع. فوالا الروز يطيب في الصوص نتاع الكلامات باش الفايدة نتاعو تقعد. باهي باش الفايدة نتاعو تقعد في وسطو. نحيتهم الكعبات لهنا خاطر اجا شم يا شيخ شم ذوق انا بعد شي ذوق هذا. باهي
هاي يظهر لي سخن. سخن الماكينه، دهنا بشويه زبده، تبع تجي وتصب في الوسط. هي بطبيعتها تحل شوي ماما، شوي ماما صب. عطيت اي ولا انت وياها صب ميرا في ساعه. يلزم ما تشدش برشا، يلزم في ساعه تتحل على السفاس الكل. اي ميرا او كل البات تبدا عاقده شوي، اما مش جاريه برشا. فوالا هذيك علاش انا قلت لك فوالا تحل كل. وهي نفس العجين يظهر لنا نجم نعملوا بها البانكيك ولا اي نفس الخليط. اللي ما عندوش الماكينه ينجم يعمل بانكيك به. احنا تويك يظهر لي كملنا كل شيء، يظهر لي كملنا كل شيء. اي بالنسبه للقفر، بالنسبه للقفر هو فما بلجيم القفر بلجيكي، هو اللي يحطوا فيه السكر مش البلجيك خوكونت. واللي يحب نورمال بقى السكر الصغار يعملها عاديه، يحط فيها كان سكر سكر بني. نجم نرشهم الفوق السكر كلاس في الديكور هذيك في الاخر. اي به ملا احنا تويك كملنا كل شيء يظهر لي. به به تنشم كليتو. به احنا كملنا كل شيء يظهر لي هنا قريب يحضر. نرجع لأهم مرحلة مع الشيف أيمن اللي هو باش يذوق. باش تخلينا حاجة شيف يظهر لي الريحة بنينة باش تحصل. نرجع بعد شوية مع الشيف أيمن. رجعنا بعد ما شفنا الاطباق نتاعنا في المرحله النهائيه مزيانين هاوكا حاضرين نستناو كان في الشيف باش يذوق ويحكم اليوم شكون الطبق الفائز. اي شيف حبيت نعطي بركه شويه ملاحظتين انه نحاولوا نحافظوا على الانجريديون الكاملين، معناها اذا كان نحاولوا ما نغيروش في الوصفه من معناها بين الوصفه اللي معناها المكونات اللي طلبتها وبين معناها بين شنو استعملت في الوصفه نتاعك. بالنسبه للمدام زوز خلينا نذوقوا السلطه هذه. منال في الجرنيتور نتاع اللازانيا زادت السلطه. خليني نعاود نذكر شيف شنو طيبوا اليوم. عندنا الفريق منال وعيسى عملوا جاتو بالسفناريا، عملوا لازانيا بالدجاج بطريقتهم الخاصه، وعندنا نوره وميرا تذكر فيا ميرا ديما روز بالكلامار وقفر. محرحر هو لونه ظهر فيه الروز والكلامار. كلامار فريشك بتبيع في الروز الشيف. نحاولوا نشوفوا طايب شارب الصوص بالقدا الفواح حار مش حار موزوز الملح الكلامار نشوفوها اللي هو طايب ولا لا القشره البرانيه.
مركز شايفها. نبدأ نشوف المكونات. المكونات نتاع معناها المكونات اللي استعملوهم الكل ولا لا. فما الجو. طيب باش نمشيو للحلو. شوفوا الزينه زاده شايف اي حاجه موجوده في الصحن لازم يكون عندها علاقه بالبلا لازم يكون فيه تناغم نجم يبدل الجو هذوما القفر شايف يقرم شو فما الكوسيون تاع القفر نعرف قاعد هكا يدوروا هما نورمالو كي تذوقوا يبداو يثبتوا شنو عجبك شنو هو اللي مشى شنو اللي ما مشاش الكاروت الكيك نتاع الكاروت متوازنه السكر معناها حتى بالبات معناها ما تبدلش معناها القوم تاع السكر ما علاش فيها برشا البيشاميل زاد كيف كيف بورتون معناها غيرت شويه في البيشاميل غيرت شويه في معناها في ليزانغريديون في المقادير اللي من الاول كانت باش تخدم بيهم حاولوا برك ديما نقول ما نحطوش السلاطه حاجه بارده مع حاجه سخونه في نفس الصحن جو بريفير ما نحطوشهم مع بعضهم بالنسبه للجوفر بون احتمال لاباريت معناها لاباريت بدلت عليها مش كيما لاباريت اللي استانست بها ولا اليوم والروز الروز بون الروز الفيح موجود القوم تاع النعناع في الارير قوم موجوده يعطيهم صحة زوز حاجه باهيه ميرا شكون عمل القفر خير انت ولا ماما؟ قل ماما وانا باهي بالنسبه للطبق الفايز معنا اليوم هو اللازانيا والكيك معناها منال وعيسى ولات المستير اليوم برافو تسويق صدقوا عليهم برافو يعطيكم الصحة برافو كيف كيف زاد الميرة والنورة العبرة بالمشاركة يا ميرة العبرة بالمشاركة تشوف الكادو نتاعك قداش يعجبك أنا متأكدة جبتهولك لك أنت بالذات باهي خاص لك أنت نحب نهدي لك منال الكادو هذايا من إيفنتور ويكاند في الحمامات تمشي أنت والعيلة تتفرهد وتبدل شوية الجو تفضل نهدي لك كيف كيف من فكير الميزان هذايا باش تعاود كيف كيف تتغرم تزيد تتغرم أكثر وما عادش تبدل المقادير كيف كيف زادلك انت يا نوره نهدي لك الكادو المزيان هذايا كيف كيف زاد تهديه لك ماي تويز من نصر دو قول ميرسي باهي تفرهد بيه وتوريني تصاور بعد ما تعمل وهذايا هاكا ازرق لك انت يا عيسى للاولاد بعد تبعث لي تصاور خذ معاه منال مازال صغرون عيسى نحب نشكر زادا كازا سكوير على المعونه المزيانه اللي توفرهولنا اقعدوا ديما او في البرنامج شيف ونص على الوطنيه كل نهار حد من نص نهار الماضي ساعه واحنا ديما شيف ونص باي باي برنامج شيف ونص بمساهمه